أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. قصتنا لهذا اليوم تتكلم عن الجن والرصد والسحر، وكيف أن اليهود قبل كانوا يرصدون الذهب من خلال الجن والسحر. تعالوا نستمع لأحداث هذه القصة. تبدأ أحداث قصتنا في قديم الزمان مع رجل بدوي سارح بحلال، وفي يوم من الأيام هو سارع مع الحلال وإلا قدامه الحلال بنت مثل القمر، طول وجمال، طلعت له من ما يدري منين جت، هو بهالبر وصل لعنده، وكان بتالع حال وصل لعنده، السلام عليكم السلام. قالت له، قال له وش انتي؟ وش انتي من الناس يا اختي؟ قالت انا ماني من الناس، انا جنية، لكن انا مرصودة على خزنة ذهب تحت الأرض، ورصدي هذا قبل 500 عام، وكل 100 عام يحين موعد فك الرصد، وأنا أبي أفتك، وافتكاكي ما يتم إلا على يد الله ثم يدك. قالوا شلون رجال أنا بحلالي وبحالي لما ما أعرف هالسوالف. قالت له سالفة بسيطة جدا، ما ودها منك أي شيء، أنت اسمك جمعة وسمته باسمه. قال لي نعم اسمي جمعة. قالت أنت اسمك جمعة وبكرة الجمعة لازم تجيني قبل صلاة الجمعة، تلقاني بنفس المكان هذا، تلقاني حية ما عمرك شفت بكبرة بحياتك ولا تشوف، حية ضخامته يمكن أضخم من البرميل، وطوله يمكن 5-6 أمتار، ممدودة بنفس المكان، حية مرعب منظري، أنفخ أهادر لكن لا تخاف مني، ما أذيك بشيء، أنا نفسي اللي قدامك أكون على شكل حي. المطلوب منك اللي جيتني تقمز من فوقي 3 قمزات، تقمز أول وحدة والثانية والثالثة، عقب ما تقمز الثالثة أرجع لك بنفس الصورة هذه، بغيتني حليلت لك أنا أكون حليلت لك، وتلقى وتنفتح لك كنز لا أول ما لا تالي، يغنيك ويغني ذريتك إلى ما شاء الله. قال بس هذه؟ قالت له بس هذه. قال والله سهلة. قالت له يا جمعة لا تخاف، بكرة لا تخاف، ترى هذا أنا بس شكلي بكرة يكون مرعب، لا تخاف. قال له وين أخاف؟ هذه أنت قدام، وبلاحظة وتختفي من عنده، ويروح جمعة يهوجس كل يوم بسالفة هالجنية هذه، ما صدق ثروة وغنى هو راعي حلال. روحك الليلة ومضى الليل يهوجس بالسالفة، ما صدق على الله، يطلع النهار، عقب ما طلع النهار بشوية ضحوية انطلق باتجاه المكان اللي توعدوا فيه، وجاب راسه لا بحلال ولا بشي. اليوم اقبل على المكان، يوم اقبل على المكان وان الشوفة اللي ما تنشاف وانها آفة من الآفات، ممدودة طولها الله اعلم فيه، وضخامتها فوق الارض ارتفاعها تقريب يمكن متر او اكثر، وراسها الكبر لها قرون،
وتلفت وتلوى يمين يسار وتنفخ، يقرب متر ويرجع مترين، يقرب متر ويرجع مترين، يهوم يبي يقمز ويرد يرجع ميداني. المنظر مرعب، يعني يمكن اي واحد مكانه بيصير معاه نفس اللي صار. منظر مرعب، حي يقول لك يمكن تلقفني الحين تاكني بضخامته هذه، يعني لقمه عنده. في حياه كثير بلعت وادم، في حياه بلعت وانتم بكرامه بقر، بقره بلعتها. في حياه ضخمه، وهذه من نفس الفصيله جايه. وهي تنفخ عليه وتوميله براسه. يوم تومه يقول ولي كلتني. وهي توميله يعني انك اقمز لا تخاف. وبلا فائده. ويمضي لياما زال الزوال، لا هي قالت له، قالت له لا زال الزوال خلاص ما عاد ينفع. لما كسر الزوال يعني عقب صلاه الظهر ما عاد ينفع. يوم كسر الزوال وهي يمكن حوالي ساعتين الله العالم وهو يحاول وبدون فايدة، ما قدر يروح ويرجع يروح ويرجع وبلا فايدة. ثواني قلبت ولها نفس البنت اللي أمس لقتها، قالت لي يا جماعة أنا وش قلت لك يا جماعة؟ أنا ما قلت لك أمس هاللون وهاللون وتجيني ولا تخاف، وانت وعدتني وقلت لي ابشري وكذا. روح يا جماعة عساك للفقر ما دمت حي وتختفي. ويرجع جماعة بخفي حنين مثل ما يقولون، حزين وخايف ومرتبك اللي صار. وفا آخر الوقت آخر المطاف دعت عليه، وفعلا على ذمة الراوي جمعة مات من الدنيا وهو ما يلحق الخبز. هذه من قصص الجن والسحر والرصد حق الذهب اللي سمعناها وروت لنا، حبيت أروي لكم إياها بهذا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.